جوهرة اف ام. الرائد سامي بن خالد رئيس فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة. في نطاق التصدي للجريمة المنظمة والتوقي من مخاطر الإرهاب، تمكنت فرقة الأبحاث العدلية الحرس الوطني بسوسة بمشاركة مركز حرس مرور مساكن من الكشف على عصابة مختصة في تدليس الوثائق الإدارية. وقلنا هنا الوثائق الإدارية لجميع الإدارات العمومية والوزارات دون ما نذكر الأسماء. في مرحلة أولى بالنسبة لمركز حرس المرور في نطاق ما نعمله اليومي، تم الكشف عن شخص يقود في سيارة بشهادة الفحص الفني مدلسة. تمت إحالة الموضوع على فرقة الأبحاث العدلية، وبالتحري مع الشخص هذا في اللول نكر، وبمزيد التحري معه معنا أفادنا يكونوا فما أشخاص في ولاية مجاورة وهم اللي يقوموا بعملية التدليس هذه. وفعلا بالتنسيق مع النيابة العمومية تحولنا الولاية المجاورة هذا، وتم إلقاء القبض على الشخص هذا العنصر الرئيسي وستة أفراد أخرين بما فيهم الوسطاء بما فيهم المنتفعين من العملية هذه. وتم هذا كالعادة بمراجعة النيابة العمومية، وكما تم حجز آلة سكانير والامبريمونت والجهاز الاعلاميه. ولهنا بالنسبه لنا احنا كحرس وطني هذه نعتبرها ارهاب دوله. علاش ارهاب دوله؟ بالنسبه للشخص هذا تصور جميع الوثائق على تخضع الاداءات لكل كي يخرج فيهم معنا المواطنين. والحمد لله معنا كي اكتشفنا الشخص هذا يتسمى معنا بالنسبه لنا احنا كما قلت لكم انا عمليه ارهابيه معنا بامتياز، ويعتبر ارهاب دوله. ويحيى الحرس الوطني وتحيا تونس. جوهرة FM.